الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ختام جزء عمة. على فكرة يا جماعة، لو بتشوفوني من على التيك توك، بقيت الجزء من أول سورة النبأ نازل على اليوتيوب، اليوتيوب قناة أم محمد الشناوي. وما تنسوش المتابعة، وما تنسوش تعملوا اشتراك فيها. فاللي عايز يرجع لجزء عمة وتبارك كاملين إن شاء الله يرجع لقناة اليوتيوب، لو أنت بتشوفيني من على التيك توك. ولو انت على قناة اليوتيوب يبقى انت برضو ما تنسيش تعملي الاشتراك في القناة، وان شاء الله نكمل ان شاء الله من سورة المائدة بعد كده ان شاء الله. طيب، بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، طبعا فسرنا قل اعوذ برب الفلق، فهنقول دلوقتي قل اعوذ، نفس الالتجاء والاحتماء والاعتصام والتعوذ برب الناس، برب الناس القادر سبحانه وتعالى وحده على رد شر هؤلاء الناس، ورد شر الوسواس الخناس والعياذ بالله. ملك الناس سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل شؤونهم، وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى، إله الناس الذي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، من شر الوسواس الخناس، أي من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله عز وجل. هذا الشيطان يأتي عند الغفلة، عشان كده اللي عنده وسواس يا جماعة بيوسوس له جواه، ما تسيبيش نفسك فاضية. اللي بيبقى قاعد فاضي ده يعني أكيد 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 الشيطان بيكون